الوغ فرونشمون انا جد سعيد اني كنت واجد معكم، سيرتو ملي كنشوفوا لي تيموانياج ديال الاساتذه الكرام كيزيدوا يحفزونا اكثر اننا نزيدوا نقلبوا ونبحثوا ونقراوا ونستافدوا معكم اكثر. هذا صراحه واحد الحافز كبير، سيرتو بالنسبه لي كتجربه في لو سيكتور بريفي. كيف ديجا قلت لكم تجربه ديال 7 سنوات، و ابخي جي ديسيدي دو مون سورتير باش انني نقلب على ذاتي في بلاصه اخرى، لحقاش ديجا لو ستريس كيف كتعرفوا في لو سيكتور بريفي يكون لو ستريس وكيكون تكون لا شارج بزاف وما كيبقاش عندك لو طون سوفيزون باش انك دير اوتر اكتيفيتي باغ اكزومبل غير لو سبور ديالك، غير انك تلقى ذاتك اكثر سيرتو مع لا فامي ومع مع الاصدقاء ما كتلقاش الوقت الكافي. الوغ سي بور سولا خديت واحد القرار هاد السنه هادي هو انني نخرج من لو سيكتور بريفي ونمشي لو دومين انني ندير غير لي كورت سوتيان، والحمد لله الحمد لله ديجا الحمد لله توفقت فيو لا بون ريبوتاسيون اللي عندي هنا في المدينه بكل تواضع الحمد لله. كنخدم لي كورت سوتيان ا دوميسيل يعني، وعندي دي جروب كنخدم معاهم لا كومونيكاسيون. الوغ هاد السنه اللي بغيت الميساج اللي بغيت نوصل هو جاني واحد الحافز كبير انني باش نتعلم اي حاجه. مشيت كندير دي كور كندير لو ديفلوبمون ديجيتال بنهار ولو سوار كندير لي كور سوتيان اون بليس. ملي لقيت هاد لانونس ديالكم سيغ فيسبوك باش انني نزيد نتعلم الكوتشينغ سكولير، ديجا كانت بروبوزي باغ واحد الانسبكتور اللي كان كيدخل عندي ديما، كنشكرو من هاد المنبر هذا بزاف يعني، اللي هو كان كيقول لي دير الكوتشينغ سكولير غتمشي فيه مزيان في لا كومبيتونس اللي عندك في لانك فرونسيز والرغبه ديالك ديال التعلم راه غادي تمشي بعيد في الكوتشينغ سكولير. يعني هو اللي نصحني ان فوا شفت الكوتشينغ سكولير وانا نتفكروا قال صاي صافي غادي ندير هذا الكوتشينغ سكولير، لحقاش كانت ديجا اون ريكومونداسيون من طرف هاد الانسبكتور اللي كان كيدخل عندي. الوغ الحمد لله انا جد سعيد بالتواجد معكم استاذ.